اهلا بيكم اصدقائي وحلقه جديده من بودكاست حياه ومعاكم اسامه. الحقيقه ان في مشكله كده بتواجهنا في المجتمع بتاعنا او في المجتمعات، ان احنا بنخلي الناس اللي حوالينا او بنخلي المجتمع يكتب لنا السيناريو بتاع حياتنا تمشي ازاي. في عشان الاعراف القديمه، في التقاليد، لو هي صح وتمام اوكي مفيش مشكله، بس في حاجات مقيده، في حاجات عشان الناس هتقول ايه، دي بتواجه ناس كتير وفي حقيقة في الاخر بسبب مشكلة في حياتك. يعني مثلا نفرض ان واحدة مثلا يعني هي شافت جالها مثلا عريس كويس وكل حاجة، بس مش يعني هي مثلا مرحة وكده، وهو مثلا قفل شوية ولا حاجة والكلام ده، هو شخص كويس جدا وهي مقتنعة بيه تمام، بس تقول لك اصل اصحابي هيقولوا ايه، اتجوزت ده ازاي، ده ما بيلبسش كويس، طب ما تاخديه تلبسيه، يعني ما تاخديه تعلميه اللبس، يعني ما تقعديش تقولي ما اصحابي هيقولوا ايه، الناس هتقول ايه، الكلام ده كله. زي مثلا لا قدر الله لو جوازه مش نافعه، ربنا سبحانه وتعالى حلل الطلاق عشان الحاجات دي. انما في الاخر بتلاقي الست او الراجل بيضغطوا على نفسهم عشان في الاخر، خصوصا طبعا الستات يعني بتضغط على نفسها عشان في الاخر هو الناس حواليك هتقول ايه، المجتمع بتاعك هيقول ايه، انا هبقى مطلقه يا ستي، ما هو تبقى مطلقه وعايشه سعيده، ولا متجوزه وعايشه حياتك تعيسه. بالمنطق والعقل يعني، ففي الاخر ما تخليش حد في الدنيا يكتب لك سيناريو حياتك، سيناريو حياتك ده بتاعك. مش هقول لك ان انت ما تاخدش اراء الناس الداعمه او الناس اللي بتفهم، انت تاخد اراء، بس في الاخر كل واحد ليه حياته. ممكن اخد حد قدوه، ممكن اخد حد ان انا اقلده، بس في الاخر ليك حياتك انك تعملها بالشكل اللي يناسبك. يعني مثلا واحد صاحبك انت متفقين على حاجات معينه او ما بينكم حاجات معينه، هو مثلا هياخد كورس في حاجه معينه او تنمي نفسه في حاجه معينه، هو ما شاء الله عنده امكانيات، فهياخد مثلا الكورس او يتعلم الحاجات دي في حاجه كبيره قوي. ما تروحش انت بقى تنكد على ابوك وتقول له انا لازم اخد، وانت مثلا امكانياتك مش سامحه، وتقول له انا لازم اخد زي صاحبي. هو شيء كويس انك في الاخر تاخد قدوه ليك في حاجه حلوه او حاجه كويسه، بس في الاخر خدها واعملها بالشكل اللي يناسب حياتك. يعني ممكن تاخد نفس الحاجه في حاجه اقل مثلا في المستوى شويه، بس في الاخر انت ليك حياه لازم تمشيها ولازم ترسم لها انت سيناريو، انت اللي ترسم السيناريو بتاعها. فعشان تعمل كده وعشان تتحرر بقى من المجتمع اللي بيفرض عليك وجهه نظره ويخليك تتأيد في عمل الحاجات اللي انت عايزها بما انها صح، انا ما بتكلمش بقى انك خلي بالك اوعى تكون حاجات غلط وترجع تقول اصل وسام قال، اتحرر من نظرة المجتمع. يعني نظرة مجتمع في حاجات لازم نتبعها، يعني في اصول في حاجات لازم نتبعها طبيعي، بس في الاخر طالما بتكلم في حاجة مش غلط يبقى ارسم السيناريو اللي يناسب حياتك. فاول حاجة لازم انك تفكر في نفسك، تفكر انت قيمك ايه، رغباتك ايه، اهدافك ايه، طموحاتك ايه، الكلام ده كله، ايه اللي هيسبب عندك السعادة، ايه نوع النجاح بالنسبة لك ايه. يعني حدد انت مستويات النجاح. يعني مثلا المجتمع باصص لغايه دلوقتي ان من اهم مقومات النجاح انك تجيب مجموع عالي جدا في الثانويه العامه وتخش كليه من كليات القمه، الطب والهندسه والحاجات دي كلها. مين اللي قال ان هو ده مستوى النجاح، او مين اللي قال ان هو ده مؤشر النجاح؟ مين؟ ما في مليون دكتور فاشل في الاخر، او يعني مش لازم يكون فاشل، بس في مليون دكتور عادي، دكتور عادي مش واو، يعني مش ناجح، او يعني مش ما يعني ما تضربش بيه المثل، يعني ده دكتور متلقح في اي مستشفى وخلاص، زي ما في 100 محاسب متلقح في اي شركه وخلاص، زي ما في 100 مهندس متلقح في اي شركه وخلاص، عشان بس ما حدش يزعل يعني. ويعني بس في الاخر المجتمع مش هو اللي يفرض تحديدات النجاح بالنسبه لك. تحديد النجاح بالنسبه لك او مفهوم النجاح بالنسبه لك انك في الاخر بتعمل الحاجة اللي انت شايفها تتصق او تتناسب مع سيناريو حياتك. يعني مع كامل اختلافي معاهم يعني والكلام ده كله، مثلا هتلاقي الاغاني المهرجانات والاغاني الهابطة والكلام ده كله، مين اللي قال لك ان هما فاشلين؟ على فكرة دول ناجحين جدا. ما هو معنى ان انت وغيرك ملايين بيسمعوهم يبقى دول ناجحين حتى لو انت مختلف معاهم. خلينا بس نبقى واضحين ونبقى منطقيين كده مع نفسنا ونفكر صح، هل هو نجح ولا فشل؟ لا هو نجح، نجاح
ليه مقومات اخرى بقى في التقييم والكلام ده كله. مش انا ما بتكلمش بقى في هل هو حلال حرام، هل هو صح هل هو غلط، في الاخر اسمه كذا اسمه كذا، مش دي القصة. انا القصة في الاخر هو عمل حاجة ونجح فيها، بقى يطلع يعمل اغاني غريبة كده وكل حاجة، وبالنسبة لنا كلام غريب، بس في الاخر انت برضو بتلاقي نفسك بتسمع، في الاخر بتلاقي نفسك لو عندك مناسبة برضو هتسمعها. فهو نجح، يبقى هو ده مقوم النجاح ليه، هو اللي يتناسب معاه، ممكن ما يتناسبش معاك بس هو متناسب معه. فانت اللي انا اقصده يا شباب ان احنا كل واحد لازم يمسك الورقه والقلم ويرسم هو السيناريو بتاع حياته، عايز حياتك تمشي ازاي، طالما انت ما خرجتش عن حدود اللياقه، ما خرجتش عن حدود العيب، ما خرجتش عن حدود الحلال والحرام. اتمنى تكون الفكره واضحه كده، وكل واحد فيكم يرسم الورقه والقلم، يمسك الورقة والقلم ويرسم سيناريو حياته بنفسه. لو جديد معانا ما تنساش السبسكرايب، لو عندك اي تعليق سيبهولي في الكومنتات تحت هرد عليك، واشوفك ان شاء الله في الحلقات الجاية. على كل خير.